الكرة أمامنا والتغطية من بن يونس. جماهير الراقي الآن تصرخ بآهات للختام. وهنا محاولة تمريرة مداخل منطقة الجزاء والثاني والثاني الثاني الثاني يأتي الآن. مباراة تتراقص السامبا تتراقص السامبا هذه المباراة وفرحة الختام الأهلاوية لست دقائق من الختام يفعلها الراقي ويعود مجددا ليرتقي بأدائه في سماع ساعة. يأتي الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي وفرحة الرئاسة الأهلاوية. شوف يا حبيبي وتعلم هذه الجماهير الراقية تشجع تؤازر تضرب واللاعبين بواقع الأقدام الكروية يضربون وكان الله في عونك يا فتح الإجبالي. هدف ثاني لصالح النادي الأهلي. فريق يتوهج يبدع في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية غلطة الشاطر بألف أمام لاعبي الأهلي غلطة الشاطر جزاءها هدف ثاني. تمريرة دويتو برازيلي سامبا برازيلية كانت في الكرة الماضية بين فيكتور وبين مارسينو ويضعها مارسينيو لتسكن الشباك.